أهلا بكم. طالبت ندوة عقدت على هامش دورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا بحق الصحفيين في اليمن. يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن 630 حالة تجنيد للأطفال في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع، جلهم لم يتجاوز سن 18. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند التحركات الحقوقية في جنيف لنناقشها في محورين. المحور الأول سيكون عن الشرعية وفرص تغيير التعاطي الدولي مع الانتهاكات في اليمن، والمحور الثاني سيكون عن هل تحقق هذه التحركات جدوى في ظل استمرار الانتهاكات. تحركات كثيرة يشهدها الملف الحقوقي لكشف الانتهاكات والأسباب التي أنتجت المشهد الإنساني المتأزم منذ انقلاب 21 من سبتمبر. فعاليات وتقارير حقوقية عديدة تصدر من جنيف السويسرية تتحدث عن الانتهاكات التي شملت معظم مناطق اليمن وتنوعت ما بين قصف شبه يومي تشنه الميليشيا على المنازل والأحياء الآهلة بالسكان والاختطافات والانتهاكات الأخرى بحق الطفولة وحق حرية الرأي والتعبير. جرائم كثيرة لم توقفها الضغوط المحلية ولم تؤثر عليها الضغوط الدولية، وأمام كل هذا يبقى السؤال قائما حول إمكانية أن تحقق هذه التحركات أي نتيجة لإيقاف الانتهاكات. نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. في الأروقة الجانبية لهذا المحفل الدولي تكمن الحقائق المؤلمة عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن. فعلى هامش الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان تعقد سلسلة من الندوات وورش العمل التي ينظمها ناشطون وائتلافات يمنية وأخرى تنظمها جهات حكومية للكشف عن الجانب الأسوأ في الأزمة والحرب اللذين يعصفان باليمن. إحدى أهم هذه الفعاليات الندوة التي نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، والتي جاءت تحت عنوان واقع الإعلام اليمني بعد الانقلاب. المتحدثون في الندوة أدانوا الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في اليمن، وأدانوا تعرض الصحفيين اليمنيين منذ الانقلاب لجرائم القتل والتعذيب على يد الميليشيا الحوثية والظروف التي دفعت بأكثر من 700 صحفي إلى مغادرة البلاد بعد أن تعرض زملاؤهم للاختطاف والإخفاء القسري والتخوين. وفي ندوة أخرى دشن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصد تقريره الدوري الخاص بتجنيد الأطفال في اليمن، والذي جاء تحت عنوان أطفال اليمن من المدارس إلى المتارس. المتحدثون في الندوة كرسوا نقاشاتهم حول مضمون التقرير وشددوا على أن ظاهرة تجنيد الأطفال تفاقمت بالتزامن مع انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على الشرعية الدستورية. هي قنبلة موقوتة أثارها ممتدة وستنعكس على العالم أجمع. لذلك ينبغي أن يكون هناك ضغط من قبل المجتمع الدولي أولاً لاستعادة اليمن شرعيته واستعادة الدولة اليمنية بقيادتها الشرعية، لأنه بدون سلطة للدولة على كامل أراضيها لن يكون هناك أي جهود، لن تثمر أي جهود لمحاولات منع تجنيد الأطفال. المتحدثون أكدوا أن الميليشيا الانقلابية تقوم في الأصل على العنف وتستند على المخزون البشري كوقود لعملياتها المسلحة، والأطفال هم الحلقة الأضعف لسهولة استقطابهم وممارسة الضغوط عليهم. تضع أن نسبة 43% من الأطفال المجندين ينتمون لأسر معدمة تعيش ظروف معيشية اقتصادية صعبة. جهود مستميتة من جانب معسكر الشرعية لفضح الانتهاكات في ظل اختلاط الصور عن حقيقة ما يجري في اليمن، اختلاط يصل حد التشويش الذي يدفع البعض لحرف الاهتمام نحو زاوية واحدة من زوايا الحرب الدائرة في البلاد. أبدأ النقاش مع ضيفنا مطهر البوذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصد. أهلا بك أستاذ مطهر. إذا تقرير جديد أصدرتموه في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تحدث عن الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال، التقرير كان تحت عنوان من الأطفال من المدارس إلى المتارس، ما هي أهم التفاصيل والنقاط في هذا التقرير؟ شكرا جزيلا.
التقرير الخاص بتجنيد الأطفال يوثق أو فند انتهاكات الأطراف النزاع في اليمن الخاصة بظاهرة تجنيد الأطفال أو الخاصة بتجنيد الأطفال والتي نعتبرها إحدى أهم الانتهاكات القسيمة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المرتكبة من قبل أطراف النزاع في اليمن. ونستطيع القول أن التقرير فند 36 حالة تجنيد أطفال، منها 583 طفل تتحمل مسؤولية تجنيدهم ريشة الحوضي صالح، بما نسبته 93% من إجمالي حالات التجنيد خلال السبعة الأشهر الأولى من عام 2017، أي من يناير وحتى 31 يوليو، ومقابل 47 آخرين تم تجنيدهم من قبل القوات النظامية والمقاومة الشعبية، وخاصة بنسبة 7%، وخاصة في محافظتي تعز ومأرب. هذا بشكل عام أبرز الإحصائيات الخاصة بالتجنيد. ندوة تجنيد الأطفال تأتي متزامنة مع الاهتمام مجلس حقوق الإنسان، حيث أفرد المجلس من بنوده العشرة في الدورة 36 خاصة بالتعريف وبالتعريف بالظاهرة ومخاطرها وضرورة التزام الأطراف المتنازعة كافة في بالعالم بالحد من ظاهرة تجنيد الأطفال. طيب أستاذ مطهر، هذا التقرير سبقته أيضا تقارير أخرى كثيرة، من هي الجهة التي تأمل أن تستجيب لما ترفعونه، ومن هي الجهة التي يمكن التعويل عليها اليوم؟ دعني أقول لك أنه جهود المجتمع المدني تحت مظلة مثلا التحالف اليمني لحقوق الإنسان، نحن في هذه الدورة على هامش الدورة 36 عقدنا العديد من الفعاليات، أهمها كانت حالة حقوق الإنسان وظاهرة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي إلى آخر هذه الانتهاكات. هذه الفعاليات المصاحبة لانعقاد دورة 36 تأتي عادة للتعريف بالجرائم القسيمة التي ترتكب في اليمن، وتتحمل نسبة من هذه الانتهاكات مع نسبته 83% من ريش الحوثي صالح، والنسب الأخرى تتوزع على عدد من الأطراف. النقطة اللي يجب أن أشير لها بوضوح وهي أن هذه الفعاليات وهذه الأنشطة التي يقومها المجتمع المدني في جنيف حركت المياه الراكدة وعرفت المجتمع الدولي بحقيقة ما يحدث، ونقل الصورة من الميدان إلى أروقة هذه المحافل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الشراكات التي نقيمها مع عديد من المنظمات والاجتماعات الخاصة بالآليات المتبعة للأمم المتحدة كمقابلات المقررين الخواص المعنيين بدراسة الحالات الانتهاكات التي ترتكب في البلدان، مثل مقرر الإخفاء القسري، مقرر الاعتقال التعسفي، مقرر الأطفال إلى آخر هذه المنظومة. هذه ساعدت على نقل الصورة، ولاحظنا أن هناك اهتمام. ودعني أقول لك أن على هامش أعمال الدورة هناك 21 فعالية تتحدث عن اليمن، بمعنى أن هناك اهتمام خاص من قبل المجتمع الدولي بما يحدث في اليمن ودراسة ظواهر الانتهاكات الخاصة التي ترتكب من قبل أطراف النزاع وأهمها ميليشيا الحوثي صالح الإنقلابية. تقول أن نشاط المجتمع المدني في جنيف من خلال هذه الندوات والفعاليات ربما حرك المياه الراكدة وسيغير من نظرة المجتمع الدولي لما يحدث وتقييمه لما يحدث في اليمن من واقع الانتهاكات، هل سيثمر ذلك عمليا أم ستظل تصريحات؟ هل سنشهد ثمار لهذه التحركات من قبل المجتمع المدني الحقوقي قريبا وستتغير الأمور ربما ونظرة المجتمع الدولي لما يحدث في البلد؟ هذا صحيح، هذا صحيح تماما. يعني نحن ما لمسناه من خلال لقاءاتنا المتعددة على مدى سنتين أن هناك اهتمام خاص من قبل المقررين وتفاعل دوري، ونحن على تواصل مستمر بمدهم بكافة المعلومات، وهم على تواصل مننا، يطلبوا مننا كل شهر كل أسبوع يسمونه فيدباك أو تقييم لواقع أو رفض لواقع ما يحصل بالانتهاكات. ويجب أن أشير هنا إلى نقطة أنه نحن نتابع الانتهاكات التي تحصل الجرائم أولا بأول. هذه نقطة. النقطة الثانية، المجلس كذلك باعتباره منظومة والمفوضية كذلك باعتبارها سكرتيرة تنفيذية للمجلس، أعتقد أنها مهتمة بما يحدث في اليمن كثيرا جدا، وتستمع إلى ما يقوله المجتمع المدني بوضوح وبشفافية تامة. ولمسنا اهتمام بالغ، يعني مثلا لك أن تتخيل أن المقرر السامي أو المفوض السامي يعني أو المفوضية بشكل عام تتلقى أو تأخذ ما يقوله المجتمع المدني باهتمام جميل، ونلاحظ ذلك قليلا
من خلال لقاءاتنا المستمرة فيهم. النقطة التي يجب أن نشير لها أننا من خلال عملنا الحقوقي نعتقد أننا خطونا خطوة باتجاه التعريف بضحايا بحقوق المتهكين ورفع صوتهم عاليا إلى المنظمات الدولية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. هذه نقطة. النقطة الأخرى، نحن يجب أن لا نعول كثيرا على المجتمع المدني، يعني على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ممثلا بالآلية ومنظومة الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة لم ينفذ قراراته، يعني هناك أكثر من 4 قرارات صادرة من مجلس الأمن، أهمها قرار 22/16 لم تنفذ على أو لم تضغط أو لم تستطيع الضغط على ميليشيا الحوثي الصهيوني لتنفيذ هذا البنود هذا أو بعض بنود أو أهم ما جاء في القرار. هذه النقطة. النقطة الأخيرة، يجب أن نشيد كذلك بالاهتمام، هناك اهتمام رسمي عالي لمسناه في جنيف، هناك 3 وفدين أعتقد يمثلون الحكومة الشرعية، وهذا دليل إيجابي أن هناك اهتمام رسمي وكذلك مرادف أو مصاحب لاهتمام المجتمع المدني هنا في جنيف. طيب أستاذ مطهر، المجتمع الدولي و بشكل عام والمهتم بواقع الانتهاكات في اليمن، ما هي الأدوات التي يعتمد عليها لتقييم هذا الواقع؟ ما هي مصادر معلوماتهم وكيف يقيمون ما يحدث داخل البلد؟ لأن هناك ربما توظيف سياسي يقال لما يحصل بغرض الابتزاز ربما. جزء ما قلته صحيح، يعني مثلا دعني أقول لك أن المفوضية باعتبارها جهة سنية تتبع الأمم المتحدة لديها مكتب في صنعاء ولديها رافدين يأمرون على الأرض، وهؤلاء الرافدين يبدون الأمانة العامة هنا أو مكتب المفوضية الرئيسي هنا في جنيف بالمعلومات الصادرة لديهم، وهذه تنعكس في شق تقارير. آخر تقرير أصدرته المفوضية عن اليمن، ولن نخوض في تفاصيل هذا التقرير لأنه لا يلبي طموحات المجتمع المدني، كان تقرير إلى حد ما سياسي أو منحاز. هذا التقرير سيصدر في 27 من الشهر الحالي وسيعرض في مجلس حقوق الإنسان. الجانب الآخر تأخذ بعض المنظمات، مثلا مقررين الخواص يتواصلون مع الجهات الحكومية، يتواصلون مع المجتمع المدني، يمدهم بعديد من المعلومات التي يحتاجونها في كتابة تقاريرهم ورفعها إلى المفوضية وإلى مجلس حقوق الإنسان. النقطة الأخرى، كذلك في عدد من الأشخاص أو الناشطين يستطيعون أن يمدوا هذه الآليات وهذه الجهات بمعلومات حقوقية عن ما يجري في اليمن. ولكن يجب أن نشير هنا بكثير من الصراحة إلى أنه هذه المعلومات لم توظف بكثير من الشفافية من قبل هذه الآليات الدولية، ونلمس نحن بالمجتمع المدني تحيز كبير أو معلومات متضاربة إلى حد ما من قبل هذه الآليات. يعني مثلا لك أن تتخيل أن تقرير المفوضية الأخير كان إلى حد كبير يعني مسيس وتشوبه كثير من الملاحظات. هذا يقودنا إلى السؤال حول نظرتك للتعامل الدولي مع واقع الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا مقارنة بتفاعل وتعاطي المجتمع الدولي مع انتهاكات يقوم بها أو تقوم بها جهات أخرى. يعني لا نتفاعل، المجتمع الدولي بحاجة إلى مزيد من الجهود، سواء جهود المجتمع المدني باعتبار قطاع مستقل أو الجهود الرسمية. يجب هنا أن نشير إلى أن الجهود الرسمية يجب أن تتضاعف ويجب أن تولى اهتماما أكبر من الاهتمام الحالي. يجب أن تكثف الحكومة الشرعية العمل على تغيير الصورة النمطية ونقل صورة ما يحدث إلى يعني عبر عديد من الجهات. يجب أن أشير إلى ما يجب عمله من قبل الدبلوماسية اليمنية من قبل الجهات والوزارات المتخصصة، ولست بسبب الحديث عن هذه الجهات ولكن طيب لو توضح أكثر حول جوانب القصور في أداء الشرعية. يعني هناك قصور بمسألة التواصل والتفاعل داخل، نحن لمسنا هذا القصور خلال الأسبوعين اللي تواجدنا هنا في جنيف. يعني لك أن تتخيل أن الجلسة الافتتاحية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والتي عرض فيها
المفوض السابق لحقوق الإنسان كلمته وفيها إشارات كبيرة أو جزئية من هذه الكلمة عن اليمن لم نجد أي ممثل عن البعثة هنا في جنيف، وكان كرسي اليمن خاليا. شيء من أشياء كثيرة، هذه ملاحظة من الملاحظات الكثيرة. وهناك جوانب أخرى لست بصدد الحديث، أنا سأتكلم عن دور المجتمع المدني. أنا أعتقد أن دور المجتمع المدني إلى حد هذه اللحظة كان إيجابيا وكان مبادرا. يعني على مدى سنتين لم نتلقى دعم إلا من بعض الأشقاء، وكان هذا الدعم محدود، واستطاع ممثل المجتمع المدني نقل ولو بصورة جزئية نقل صورة ما يجري من انتهاكات ونقل أصوات الضحايا والمنتهكين إلى المحافل الدولية وأهمها مجلس حقوق الإنسان في جنيف. أشكرك جزيلا مطهر البوذيجي المدير التنفيذي لتحالف اليمن لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. أنتقل إلى ضيفي من جنيف الأستاذ محمد عسكر وزير حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أخي العزيز. أستاذ محمد، إذن بداية ما الذي تهدفون إليه من خلال تحركاتكم الأخيرة في جنيف؟ شكرا أخي العزيز على إتاحة هذه الفرصة، لكن دعني أولا أوضح للأخ المتحدث السابق وأصحح كثير من الأخطاء التي وقع فيها. بالنسبة أولا لكلمة اليمن أمام التحديث الذي قام به المفوض السامي لحقوق الإنسان، أولا هذا التحديث هو تحديث دوري يقوم به المفوض. هذا التحديث الخاص باليمن هو الأخف حدة منذ 3 سنوات، وعلى الأخ المتداخل السابق أن يعيد قراءة كل التحديثات السابقة للمفوض السامي وسيجد أن هذا هو الأخف. ثانيا لا يحق للدولة مثل اليمن أن تقدم كلمة أمام التحديث، لأن لديها كلمة في تاريخ 27 حين مناقشة القرار الخاص باليمن. بالتالي معرفة الإجراءات الأساسية لمجلس حقوق الإنسان مهم جدا قبل أن نوجه أي ناقد حقيقي أو غير موضوعي. طيب أستاذ محمد اسمح لي، أنا ودعت الضيف السابق، ربما سأوضح رد على نقطتين أشرت إليهما، ربما لو كان الضيف ربما كان سيتطرق له ولا أدري. نقطة عندما تحدث عن غياب أي ممثل للشرعية في هذه الجلسة، هو لم يقصد أن يقوم بإعطاء كلمة، ربما كان يقصد الحضور، وهو استشهد بهذه النقطة من إجمالي نقاط كثيرة. عندما قلت أن ربما هذا التحديث الأخير للمفوض هو ربما الأقل حدة على التحديثات الماضية خلال 3 سنوات الماضية، تقصد أنه إنجاز لكم في الشرعية وفي وزارة حقوق الإنسان، لأنه ربما المجتمع المدني يقول أن هذا الإنجاز قد يكون نتيجة لتحركاتهم التي وصفها الأخ مطهر البوذيجي بأنها الأكثر إيجابية ومبادرة ربما من الشرعية ومؤسساتها. طبعا نحن نتفهم يعني إشادة الأخ مطهر كونه يرأس تحالف رصد المجتمع المدني، والذي هو أكد لنا أننا حينما فتحنا أبواب الأمم المتحدة بعد أن كادت أن تغلق في وجه اليمن وأمام المجتمع المدني اليمني من خلال لقاءنا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، فتحت لهم الأبواب وجلسوا معهم بعد أن كادوا يغلقونها في وجوههم. بالتالي مهم إعطاء الناس يعني أدوارها والجهود التي تبذل. أمر آخر، هذا أمر لا يهمنا طبعا، الأمر محل سؤالك وهو ما هو الجهود الذي تبذل. الجهود تبذل للأمانة منذ شهر مارس، منذ دورة مارس تم تقديم صورة حقيقية عن الوضع، ثم في شهر يونيو، وأخيرا الآن في شهر سبتمبر. وأعتقد أنكم استمعتم أو تابعتم الكلمة التي ألقيت باسم اليمن، وشرحنا فيها حقيقة الصراع الدائر في اليمن ومآلاته وأسبابه الحقيقية التي أدت إلى هذه الأثار الكارثية على الإنسان اليمني. ثم ذهبنا في دورة في جولة يعني لحشد الرأي العام يعني الأوروبي وخصوصا صناع القرار الحقيقيين، حينما علمنا أن هناك قرارا هولنديا يسعى لإنشاء لجنة دولية، ذهبنا والتقينا بالجانب الهولندي على مستوى وزير خارجيته وشرحنا له حقيقة الوضع، أن لدينا ميليشيات تريد أن تحتكر السلاح ولديها إيديولوجيا مغلقة تدعي الحق الإلهي لحكم اليمنيين، وهذا أمر غير مقبول لأي ديمقراطية تحترم نفسها في العالم. وجئنا إلى هنا، ويوم أمس كانت هناك 6 جلسات
مع المجموعة الدول النامية ومع مجموعة العربية ومع مجموعة التعاون الإسلامي، وقدمنا ندوة وبرفقة الأخ وزير الإعلام، شرحنا فيها انتهاكات الصحفيين وما إلى ذلك. هذه باختصار يعني جهود يوم أمس التي قمنا بها، واليوم في هدف واضح من أجل تصحيح هذه الصورة. لكن تصحيح الصورة لا يشمل فقط تصحيح الصورة في جنيف، وتصحيح الصورة يجب أن يبدأ من الأرض، يجب أن تبنى المؤسسات بشكل جيد، يجب أن تستعاد الحقوق بشكل أفضل، يجب التوعية بهذه الحقوق. ونحن طيب مع الوزير، أنت شرحت ربما الهدف من تحركاتكم. أنا لدي سؤال عن نتائج لقاءاتكم بالمسؤولين الهولنديين وثمار هذا اللقاء، وبعد أن شرحتم موقف الحكومة الشرعية، لكن قبل ذلك لدي سؤال حول ما هي المبررات اليوم والمخاوف لديكم من الدعوة لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وموقف هولندا هي تدعم هذا المقترح ربما، لماذا هذا؟ نحن ليس لدينا مخاوف من إنشاء لجنة دولية لحقوق الإنسان إذا كان الهدف النهائي لها هو تحقيق العدالة للضحايا. نحن نسعى إلى الأداة الفعالة لتحقيق العدالة، في تقديرنا أن الآلية الوطنية هي الأكثر وهي الأبقى وهي الأقوى لتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل. بينما أي آلية دولية تدخل فيها دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان دائما ما يجعل ملفها يزداد تعقيدا. نحن في اليمن كما نشير دائما أننا منذ 2011 نمر في عملية انتقالية يكتنفها الكثير من التعقيد، ثم جاءت الحرب وأفرزت لنا آثار لا شك أنها كبيرة جدا وزادت الوضع تعقيدا. والآن أي فكرة لآلية دولية هو يعني يفاقم الوضع ويعقده أكثر في اليمن، ولا يسمح بتوصل إلى حل سياسي يعني يحقق الأمان والسلام لجميع اليمنيين. أما الشق الثاني من سؤالكم كريم حول آثار الزيارة إلى هولندا والالتقاء مع المسؤولين هناك، نحن طرحناهم للأسف لديهم كانت صورة مشوشة، سببها قيام بعض المنظمات المحسوبة على الميليشيات الحوثي وصالح وقيامها بعمل تقارير مضللة للصورة الحقيقية على الأرض. نحن شرحنا حقيقة الصورة، وأعتقد أن الموقف الهولندي والذي تشكل وتكون طوال 3 سنوات يعني حاولنا أن نزحزحه قليلا، وأعتقد أننا بالإمكان اليوم نتحدث، وخبراءنا اليوم التقوا وأصبحنا نتحدث عن قرار مشترك ما بين المجموعة العربية وهولندا، وأعتقد في ذلك إنجازا ليس بالقليل. هذا باختصار أخي العزيز. طيب معالي الوزير، لماذا لهذه المنظمات والجمعيات القريبة والتابعة للميليشيا، لماذا لها الأفضلية في الأداء وهي مصدقة أكثر عند المجتمع الدولي منكم ومن كل المنظمات الواقفة ضد مشروع الانقلاب؟ في الحقيقة هذا السؤال يجب أن يطرح للمنظمة المجتمع المدني، يعني منظمة المجتمع المدني عليها أن تطور من أساليبها من أجل أن تقنع هذه الدول، لا أن يعني أن تتجه إلى الإعلام العربي أو الإعلام اليمني فقط من أجل الترويج. في الحقيقة كل يوم تثبت أن المنظمات التي مع الميليشيات هي تعمل بصورة أفضل، بينما منظماتنا تحتاج إلى كثير من بناء القدرات، ولذلك وزارة حقوق الإنسان تسعى لبناء قدرات هذه المنظمات بشكل أفضل، وعليهم أن يبتعدوا كثيرا عن السياسة ويتجهوا كثيرا لحقوق الإنسان وسيحترمهم العالم. طيب الآن تقول أن لديكم مساعي لتغيير الصورة النمطية الموجودة ربما عن واقع الانتهاكات، هل لهذه التحركات الأخيرة ولهذا النشاط للمجتمع المدني الحقوقي هل يمكن أن نشهد ثمار قريبة ربما في طريق إنصاف الضحايا؟ نحن نتجه الآن لقرار مشترك، أعتقد أنه سيطور من آلية عمل اللجنة الوطنية وسيعطيها ولاية أكبر من أجل تحقيق أكثر إنصافا للضحايا، وسنعمل على مع الأشقاء على إنشاء آلية أيضا للتعويضات، لأنه لا يكتفي كما تعلم أخي العزيز في العدالة أن تدين هذا الطرف أو ذاك، وإنما يجب أن يشمل بعد الإدانة هو مسألة التعويض، والتي يجب أن تكون وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
مع الوزير، ما رأيك بهذا الطرح الذي يقول لا يجب التعويل على المجتمع الدولي لإنصاف الضحايا؟ هذا المجتمع لم يستطع تنفيذ قراراته الدولية السابقة الخاصة في باليمن. بكل تأكيد أنه يعني قواعد وموازين القوة على الأرض تعكس نفسها في أروقة المجتمع الدولي الذي يحترم الأقوياء، ولا شك أن أي حسم على الأرض سيثمر نتائج على يعني في الأمم المتحدة وفي غيرها. لكن من المهم لكل حق ما يعني أن صاحبه قوة مادية على الأرض تحميه، وقوة معنوية سواء في الإعلام أو في حقوق الإنسان تدافع وتنافح عنه أمام الباطل الذي يحاول أن يتصور ويتلبس بألبسة الحق. هذه أعتقد مهمة ليست بالقليلة وليست بالصغيرة، تحتاج إلى حشد إعلامي وتحتاج إلى تضافر الجهود لا إلى تنافرها، وإلى تكامل في الأدوار لا إلى تضاربها. أشكرك جزيلا وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، وأيضا الشكر موصول لضيفنا أيضا من جنيف مطهر البوذجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. انتهت هذه الحلقة من زاوية الحدث، تحيات طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المولي، في أمان الله.